السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي، جينيكم في فيديو جديد. اليوم راح نوريكم كيفاش تصنعوا بابور صغير قارب بخمس خطوات فقط، ورقه واحده. تبعوني تشوفوا الورقه هذه، طويها هكا، اول خطوه طويها هكا على اثنين، زيدوا الطويه هذيك، زيدوا لها واحده من هنا، من بعد هذه تفتحوها. شفتوا هنايا في هذا الخط هذا اللي في مكة، ديروا لها طويها هكا، هذيك اول، هذه اول خطوه. ثاني خطوه ديروا لها هكا، من بعد طلعوا لها زي لهنا هكا، وتزيدوا ثاني من الجهه الاخرى، ومن بعد ثالث خطوه ديروا لها هذه من هنا، هذه من هنا، تزيدوا هذه من هنا ومن هنا نفس الجهه، ومن بعد هيك هكا كما راكم تشوفوا تفتحوها هكا في النص، وبعد ثالث خطوة طبقوا هذه هكا وهكا، ورابع خطوة تفتحوها في النص هكا، تزيدوا تفتحوها من هنا، و ها القارب تاعكم تديروه هكا من هنا باش ما يفسدش. وها هو قارب كيما راكم تشوفوا، ومش ما ننساوش خمس خطوه، ديروا لنا لايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وتلاقاو في حلقه واحده اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.